السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي حل أسئلة أحياء للصف الثالث متوسط الدور الأول 2022، امتحنوا بها طلاب الثالث متوسط الدور الأول، وحبيت أن أنشرها لكم اللي مأجل أحياء. ملاحظة، أجب عن 5 أسئلة فقط، لكل سؤال عليه 20 درجة. طبعا 6 أسئلة ترك سؤال، كل سؤال عليه 20 درجة، وهنا موزع الدرجات على الألف 12 و8، يعني هاي قدامكم. سؤال الأول ألف، عرف 4 مما يأتي، مطيك 5، 1 2 3 4 5، تركون تعريف واحد. زراعة الأسنان، نقولها زراعة الأسنان موجودة صفحة 27. زراعة الأسنان، نقولها زراعة الأسنان وهي عملية زرع أسنان اصطناعية في عظام الفكين، وهذه العمليات محدودة النطاق بسبب تكلفاتها المادية والوقت الذي تتطلبه. هذا زراعة الأسنان، موجودة صفحة 27. زين. ثانيا العقم، العقم موجود صفحة 132، هي حالة عدم مقدرة الرجل أو المرأة على تكوين نطف أو بيوض قادرة على الاستمرار وتكوين خلايا ذات قابلية على الاتحاد مع الخلية التكاثرية من الجنس لآخر، وهناك أسباب عديدة تقف وراء العقم كالوراثة واضطراب الهرمونات وغيرها. خاف ما لحقت التعريف، موجودة صفحة 132. الغدد اللبنية موجودة صفحة 119، يعني حتى كتبت الصفحات كنت خاف ما تلحقون وياي. صفحة 119 الغدد اللبنية، أقول له هي غدد تتميز الحيوانات اللبونة ومنها الإنسان، وهي مكونة من غدد من عدد كبير من الأقنية التي تفتح بفتحة صغيرة تسمى الحلمة، وتزود بالمواد الغذائية اللازمة من الدورة الدموية للأم، وهي تفرز الحليب. موجودة صفحة 119. هذه الغدد اللبنية. القصبة الهوائية، القصبة الهوائية موجودة بجهاز التنفس الفصل السادس صفحة 93. القصبة الهوائية هي تركيب يقع إلى الأمام من المر، طولها 12 سنتيمتر وقطرها 2.5 سنتيمتر، تصل ما بين الحنجرة والرئتين، جدارها غضروفي حلقي غير مكتمل من الخلف، وهي مبطنة بغشاء مخاطي مهدب يسهم في ترطيب الهواء الداخل للرئتين وطرد المواد الغريبة. موجودة صفحة 93. الخامس تعريف هو البلازما، البلازما موجودة صفحة 70. أقول له هي سائل يميل لونه إلى الاصفرار، يشكل 55% من الدم والماء، أهم مكون له قرابة 90%، وهو الوسط الذي تنتقل فيه المواد المفيدة للجسم كالغذاء الممتص والماء والأملاح والهرمونات واليوريا. البلازما صفحة 70. باء، من المسؤول؟ أولا عن نقل الإيعاز بالرد من الجهاز العصبي المركزي إلى أنحاء الجسم. المسؤول هو العصب الحركي. اثنين، منع دخول الأتربة المصاحبة للهواء الداخل إلى الرئتين. نقول له الغشاء المخاطي المهدب في الأنف. ثلاثة، ربط العظام مع بعضها الأربطة. أربعة، نقل الأحماض الدهنية والكليسرين أثناء عملية الامتصاص في الأمعاء اللمف. السؤال الثاني ألف، املأ الفراغات الآتية بما يلائمها. أولا، ما يميز العضلات الهيكلية إنها ترتبط بفراغ عن طريق فراغ، ترتبط بالعظام عن طريق الأوتار.
2 لون النسيج العصبي في قشرة الدماغ نقول لونه سنجابي، ولون النسيج العصبي الذي يغطي الحبل الشوكي أبيض اللون. 3 فقرتا الأطلس والمحور. أسفل الجمجمة تحورتا لتسهيل حركة الرأس. ب ارسم مع التأشير هذه النطفة وعضلات جسم الإنسان الملساء موجودة الرسم. فرع جيم عدد فقط الأوردة المتصلة بالقلب، يعني باستعداد عندنا 4 أوردة، الوريد الأجوف الأعلى والوريد الأجوف الأسفل والأوردة الرئوية والأوردة التاجية. سؤال 3 ألف علل 4 مما يأتي، هي 5 مطيك 4 عليها 12 درجة. أولا يسمى آخر زوجين من أضلاع القفص الصدري بالسائبين، أقول لأنها لا تتصل بأي جزء من الأمام. 2 الابتعاد عن وضع العدسات اللاصقة للعين لأنها تسبب الأذى الكبير والتهاب ملتحمة العين اليسرى. زين خلينا أطلع لكم الابتعاد عن وضع العدسات، لأن هاي كثير من التعليقات قالوا لي شنو جوابها وانطينا الجواب. الابتعاد عن وضع بالعين، نشوف أعضاء الحس الفصل السابع. موجودة صفحة 159، خليني مو الفصل السابع، الفصل العاشر، هذا الفصل، خلينا نتأكد من عنده، اي الفصل العاشر اعضاء الحس. هذه هذا التعليل يقول لك الابتعاد عن وضع العدسات اللاصقة، طبعا صفحة 159. ليش؟ لأنها تسبب الأذى الكبير والتهاب ملتحمة العين بشدة، بشدة هاي مو اليسرى. ليش؟ تسبب الأذى الكبير والتهاب ملتحمة العين بشدة، يعني هذا الجواب موجود صفحة 159. يلا عيني وين وصلنا؟ اثنين قلنا موجودة صفحة 159. 3 اللجوء في بعض الأحيان إلى تقنية أطفال الأنابيب، نقول بسبب سوء حالة الأم أو إصابة الرحم ببعض الأمراض التي تؤدي إلى سقوط الجنين. 4 ضرورة فحص مجاميع الدم قبل الزواج، وذلك لتفادي إضافة الجنين لبعض الأمراض الناتجة من اختلاف فصائل الدم والتي تؤدي إلى موته. 5 للوقاية من مرض ذات الجنب ينصح بعدم استعمال الشيشة النرجيلة لأنها من الأسباب الرئيسية بهذا المرض، إصابة بهذا المرض. فرع ب ما موقع وأهمية 4 مما يأتي، مطيق 5 تجاوبون على 4. الحالبان، الحالبان ربط نقول الكلية بالمثانة وينزل البول إلى المثانة، يعني نقول يصل الكلية، يصل الكلية بالمثانة ومنه ينزل البول إلى المثانة. غدة البروستات طبعا بالجهاز التناسل الذكري تقع عند قاعدة المثانة من الأسفل وتحيط به. قنوات الهلالية، القنوات الهلالية بالأذن الداخلية الموقع مالتها والأهمية المحافظة على توازن جسم الإنسان. لسان المزمار طبعا بالحنجرة، أحد القطع الغضروفية بالحنجرة وظيفتها منع دخول الغذاء إلى القصبة الهوائية. القناة الشوكية فقرات العمود الشوكي تسمح بمرور الحبل الشوكي.
السؤال الرابع ألف، ما الفرق بين قصر البصر وبعد البصر، كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيض والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة؟ هياتها هذه قصر البصر، هاي خذوا لها صورة، قصر البصر وبعد البصر، يعني خذوا لها صورة، وهذه كريات الدم الحمر وكريات الدم البيض. وهذه الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، ما عليكم، وهذه ما عليكم، هذه الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. تمام، إذن المقارنات، وأنا كاتبة المقارنات كليتين. وين وصلنا؟ الباء خلية عصبية نموذجية والجهاز البولي بالإنسان، هاي الرسومات يمكم. السؤال الخامس، اختر مسببة للأمراض التالية، هاي الأمراض والمسببات، التيفوئيد البكتيريا، الجلطة الدموية، خثرة دم، لطمة الحمى الفيروسات، أو انفصام الشخصية الأنزيمي. فرع باء، ما أعراض واحدة منها، ذات الرئة وداء السكر. ذات الرئة صفحة 100 الأعراض مالتها تلقوها، وذات السكر صفحة 112. جيم، رتب بالأسهم مسار الدم بالدورة البابية الكبدية خلال الأجزاء، القلب والأمعاء والكبد والوريد الكبدي والباب الكبدي والوريد الأجوف الأسفل. تخلون أول مرة الأمعاء، بعدين الوريد الكبدي البابي، بعدين الكبد والوريد الكبدي والوريد الأجوف الأسفل. السؤال السادس يقول لك أجب عن فرعين فقط، السؤال السادس أجب عن فرعين فقط، يقول لك ما أهم طرق الوقاية من النوبة القلبية؟ خلينا أشوف يا صفحة، طرق الوقاية من النوبة القلبية، صفحة 85. السؤال السادس ألف، النوبة القلبية صفحة 85 تلقوها. باء، تؤثر على التئام كسور العظام عوامل عديدة، عدد خمسة فقط، صفحة 134. هو العمر ونوع الكسر والغذاء، خلينا نتأكد يا صفحة، بس أنا حافظتها، العمر ونوع الكسر والغذاء التداوي والجبيرة وموضع الكسر، أي أربعة وثلاثين، مو 134، هذه التئام الكسور، صفحة 34، بس تعداد هو خمسة، العمر نوع الكسر الغذاء التداوي والجبيرة موضع الكسر، هذه زين. وين وصلنا؟ جيم، ماذا يحدث إذا أولا حصل اضطراب في أفراز صبغة الميلانين المرتبطة بوظيفة الكبد؟ طبعا هاي يسبب في ظهور البهاق، في ظهور بس يجي في ظهور البهاق. اثنين، حصل خلل ولادي في العضلات المحركة للعين، الحول يسبب. ثلاثة، استمر الشخص بالعمل وعضلاته متعبة، هذه الأعياء. أربعة، أصيب الطحال بالملاريا والليشمانيا، هذا يتضخم الطحال بسبب تضخم الطحال. خمسة، لم تتمكن الأم من الولادة الطبيعية، تلجأ إلى الولادة القيصرية. هاي يعني حل أسئلة الأحياء ثالث متوسط الدور الأول، استفادوا من عدها، اللي نجح للثالث أو اللي مأجل، أكو أحياء مأجلين هواية، وإن شاء الله التوفيق.